يا مساء الفل عليكم، حلقة جديدة من برنامجنا نجوم على الهوا. أنا وائل الخرباوي، ودي حلقة مميزة جدا طبعا علشان بتشرفني النهارده الدكتورة دعاء بهجت، لايف كوتش، وعندها شوية اكسبيرينس مهمة جدا احنا هنتكلم فيها النهارده عن ازاي اطور نفسي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل. إيه؟ انا بشكر حضرتك جدا على دعوتي، والحقيقة الهدف المشترك اللي بيننا زي ما احنا اتكلمنا ان احنا نساعد الناس تعرف اكتر عن الكوتشنج والتطوير النفسية ازاي بتوصلنا للنجاح. تمام، ان شاء الله باذن الله تبقى حلقه موفقه باذن الله. وعندي الحقيقه بايوجرافي صغنن كده احب ان انا اذكره. ده حقيقي. الحقيقه ان انا عندي ميديكال باك جراوند، لاني انا اصلا طبيبه تحاليل كلينيكال باثولوجي، وبعدين بعد كده عملت ماجستير اداره اعمال وبعدت عن مجال الطب شويه، لكن البيز موجود. وبعدين لقيت ان الكوتشنج هو الحياه كلها. تمام، ده فمشيت في اتجاه الكوتشنج اللي هو طبعا وي نيفر ستوب ليرنينج في الكوتشنج. ما هو المجالات كلها عامه لازم نفضل نتعلم ونتدرب منها بصوره دايما ومستمره. مظبوط. ده بقى يخلينا نبدا بقى السؤال بتاعنا. احنا النهارده بنتكلم عن ازاي اقدر ابقى مطور لنفسي واحسن نفسي بصوره كبيره جدا. فعايزين نوضح للناس بس الاول حاجه كده بسيطه. اتفضل. ايه الفرق ما بين الثيرابي واللايف كوتش اللي بجد؟ يعني احنا بنتكلم عن الناس اللي بجد، مش الفيديوز اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا. فنقدر نوضح ده للناس ازاي، وازاي برضو الباك جراوند بتاع حضرتك اثر في القصه دي. اوكي، حلو جدا. هو الحقيقه طبعا الصوره اللي منتشره في السوشيال ميديا ان الكوتش ده واحد معاه عصايه سحريه وجاي يدايركت مي تو سكسس، بيوجهك للنجاح. بيوجهني؟ لا، هو الحقيقه ان الكوتش مش بيوجه. الكوتش دوره ان هو يفاسيليتيت ايه؟ يفاسيليتيت التغيير، ييسر التغيير. تمام. الكوتش عنده كم من التقنيات والسيريال من الاسئله اللي تخلي الكلاينت اللي قدامه يطلع الحلو اللي جواه. ربنا خلقنا عندنا حلول لكل مشاكلنا جوانا، لكن هي مستخبيه في السب كونشس، وده هنتكلم عليه. احنا بنتكلم عليها في صوره دلوقتي معروضه، اللي هي اول صوره حضرتك كنت طالباها. مظبوط. ممكن بقى نشرحها للناس عشان الناس تبقى فاهمه منها. اتفضل يا استاذ. هي طالعه خلاص قدامنا. تمام. الحقيقه ان الصوره دي بتعبر لنا عن تقسيمه العقل الواعي واللاواعي. طبعا كلنا متصورين اللي بيطلع مننا وبيظهر علينا قدام الناس هو ده كل حاجه. الحقيقه انها لا، الجزء الصغير اللي فوق سطح الميه هو ده العقل الواعي، وبيمثل 5% بس. كل اللي تحت الميه ده بيمثل 95%. طيب، معنى كده ان انا علشان انجح واطور نفسي واوصل لدرجه النجاح اللي ترضيني انا، وطبعا الانسان طبيعته ربنا خلقه موتيفيتد، عايز يعمل خطوه ورا خطوه ورا خطوه. هنتكلم دلوقتي على دور الكوتش. زي ما قلنا الكوتش بيشتغل على السبكونشس، العقل اللاواعي. على العقل اللاواعي. على العقل اللاواعي بالظبط يا استاذ وائل. العقل اللاواعي اصلا هو اللي بيعمل كل حاجه في حياتنا، وبيمثل زي ما قلنا 95%. السلايد اللي موجود دلوقتي خلونا كده نبص عليه. لما بيدخل اي اكسترنال فاكتور او ايفنت، حدث بيدخل، يعني اي عامل خارجي او اي حدث. تمام. اي عامل خارجي او اي حدث خارجي بيجي يدخل، بيقابله عندنا في مخنا حاجه اسمها فلاتر. تمام. الفلاتر دي هي ايه؟ هي الفاليوز اللي عندنا، القيم. انا همسك القيم بسرعه اتكلم عليها. القيم اللي عندنا في المجتمع الشرقي غير القيم اللي موجوده في المجتمع الغربي. بالظبط. وده يخلينا ان احنا رد الفعل او البيهيفير اللي هيطلع مننا هيبقى حسب قيمنا. ده واحد من العوامل اللي بتتحكم في النتيجه الخارجيه اللي يعني هي البيهيفير. يعني ده السلوك اللي هيظهر بناء على الفاليوز، القيم. في كمان حسب اللانجوج، حسب الثقافات، حسب القناعات، وات وي بيليف ان، انا مصدقه ايه. طيب بيحصل ايه لما الاكسترنال فاكتور ياثر ويدخل على هذه الفلاتر؟ بيحصل ثلاث عمليات، يا كلهم يا واحده منهم او اثنين. الثلاث عمليات دول يا اما ديليت،
يعني ايه ديليت؟ يمسح. يعني بيمسحها، كأنه ما شافهاش. بيمسحها، بيحذفها بالظبط كده. طيب اديني مثل، مثل صغير جدا. انا دخلالي عباره بالروسي، طب انا ما اعرفش روسي وما بشتغلش بالروسي وما بيفيدنيش في اي حاجه، المخ هيحذفها لانها طبعا بالنسبه لي يوزلس. غير مفيده، يوزلس. في كمان ايه؟ في حاجه اسمها ديستورشن. ديستورشن يعني تشويش معلومه داخلالي. انا واحده عندي ابتكار، الناس اللي عندهم ابتكار في دماغهم وبيطلعوا حاجات يونيك، بيحصل ديستورشن يعني تشويش على المعلومه اللي دخلت عشان تدي فرصه للشخص ده انه يبتكر يعمل حاجه ما حصلتش قبل كده. طب ايه الحاجه الثالثه؟ الجنراليزيشن. عايز اوضح بس الحته دي. اتفضل. المقصود انه اللي انا فاهمه من حضرتك اتفضل. انه الشخص اللي بيبقى عنده ابتكار فلما بتجيله المعلومه المخ ما بياخدهاش زي ما هي كده، صح؟ بيعمل ايه؟ بيسيبها شويه، ما بيخليها الصوره واضحه 100% علشان يديله فرصه انه يبدا بقى يبتكر وانه يطلع بقى الحاجات الافضل بالنسبه. مظبوط مظبوط مظبوط. تمام. طب الفلتر الثالث؟ الحاجه الثالثه او البروسيس الثالثه اللي بتحصل الجنراليزيشن. الجنراليزيشن هي التعلم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا بعرف اسوق مثلا موتوسيكل، المخ يعلمني ان انا طالما بسوق موتوسيكل اقدر اسوق اي حاجه، مفيش خوف، مفيش قلق. فدي فايده الجنراليزيشن. في الاخر هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا بيهيفير، اللي هو السلوك بقى اللي احنا بنتعامل بيه بالظبط. ولكن طيب، في عمليه صغننه بتحصل جوه المخ اللاواعي برضو قبل ما يطلع بيهيفير. العمليه دي اسمها انترنال ريبريزنتيشن. انا عايزه اتك عليها. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي عايزين ايه؟ للناس. الانترنال ريبريزنتيشن يعني الايفنت اللي دخل او الحدث اللي دخل ده بعد ما مر على الفلاتر ومر على الثلاثه بروسيسز بيرتبط جوه مخي بايه؟ بصوره، بصوت، مشاعر، برمز. طيب ليه بيرتبط جوه مخي بالانترنال ريبريزنتيشن؟ عشان اقدر استدعيه لما احتاجه من العقل اللاواعي. مجرد ما اشوف حاجه، يعني هي الخلاصه او يعني اللي اقدر افهمه من حضرتك انه انا بربط الحاجات اللي حصلت دي بصوره او بغيره، مثلا ولو قلنا صوره، علشان لو شفت صوره شبيهه اقدر ان انا استدعي نفس المعلومه او نفس. مظبوط، للاستدعاء والاستحضار. طيب ده بقى يجرنا لسؤال تاني مهم اتفضل. جدا، والحقيقه ان السؤال ده مرتبط بفيديو انا عايز اوريه للناس. اتفضل. نشوف بس الفيديو وبعدين اتفضل. نرجع نسال السؤال. اتفضل. This is your brain. Okay, we're gonna see what happens if you put a negative thought in your brain. Okay, if someone bullies you, for example, this is a negative thought. What happened to your brain? It became dark. Okay. It became foggy. Okay. And it became not clear. So it's unclear. Yes. How do you think we're gonna remove all of this fog? By putting a positive thought in it. In your brain. Yeah. So the clear water is the positive stuff. Yeah. Okay. Like what? I have a home. I have parents. I have friends that like me. I'm nice. I'm pretty. I'm witty. I'm cute. Voilà. Okay. So what happened to the water? It became clear. What did you learn from this? So I learned from this that I always need to focus on a positive thought even. الحقيقه ان الفيديو اللي انا عرضته ده طبعا لواحده من البلوجر اللبنانيين المشهورين نور، وكان بيتعلم بنتها حاجه مهمه جدا، انه قد ايه الافكار المحيطه بيا او اللي انا مقتنع بيها هي بتاثر فيا. فهي هنا كانت بتتكلم عن انه في حاجه سلبيه اللي هي نقطه العصير اللي حطيته في الميه، وانه كل ما بتفكر في تفكير ايجابي بيتحسن ده اكتر وبيبقى الصوره واضحه. عايزين نوضح للناس ازاي التفكير الايجابي ده مهم جدا في ان هو يغير من شكلهم. حلو جدا. خلينا نقول يا أستاذ وائل، أولا الفيديو ده معبر جدا ومؤثر جدا لأنه بسيط في العرض بتاعه وأي حد ممكن يفهمه. في عندنا حاجتين، حاجة اسمها discounting وحاجة اسمها counting. الديسكاونتنج هو ان الانسان يتعرض لموقف ما هوش احسن حاجه فيبدا بقى يركز فيه ويعمل فيه فوكس، فيستحضر ويستدعي كل الحاجات الصعبه اللي مر بيها في حياته. ده الجزء الاولاني. ده الجزء الاولاني. دي الطريقه الاولانيه. هي الديسكاونتنج. تمام. الكاونتنج هنا ده دورنا احنا بقى ككوتشز، عشان احنا قلنا دورنا بنيسر، بنفهم، بنوضح.
الكاونتنج بقى هو ان احنا زي ما عملت البلوجر بنبدا نوضح يا جماعه هي المواقف دي في وسط الحياه الطويله العريضه ما فيهاش اي حاجه بوزيتيف، يعني ما خرجت، بندي لهم امثله، يعني ما خرجتش مثلا مره مع الاسره واتفسحت وانبسطت ورجعت سعيد جدا، طب ما كنتش مره عيان وخدت الدواء وخفيت ورجعت تلعب رياضه تاني، طيب ما سافرتش بره واستمتعت بالطياره وبزياره الاماكن الجميله. الرد بتاع الكلاينت يس يس يس، نفضل معاه يطلع كل الحاجات البوزيتيف. بدانا معاه بحاجه بوزيتيف بيبدا يستحضر من العقل اللاواعي، والعقل اللاواعي بيساعده، واحنا بنقول له بس اسال عقلك اللاواعي هيرد عليك بالتاريخ الايجابي كله. سؤال بقى صغير، العقل اللاواعي المقصود بيه عشان الناس تبقى عارفه، هل ده الذاكره بتاعتنا اللي احنا مش فاكرينها؟ يعني انا كل ما بشوف حاجه هي بتبقى مربوطه بمخي، انا شفتها قبل كده، فهل العقل اللاواعي عشان الناس تبقى فاهمه بس، هل ده اللي هو اللي انا شفته قبل كده، التجارب اللي انا عديت بيها ونسيتها؟ شكرا استاذ وائل، الكلام ده مظبوط صح جدا. احنا عندنا ذاكره مؤقته وذاكره دائمه. الذاكره الدائمه زي ما الاستاذ وائل قال دلوقتي هي اللي بيتخزن فيها كل الاحداث اللي حصلت في حياتنا. طب وهقول لكم مفاجاه كمان، كمان موجود عليها الحاجات اللي جايه لنا على الشريط الجيني، يعني اللي جايه من الاجيال، ودي كمان ليها تكنيك ان احنا ندخل الاول في حاله الهيبنوزز اللي هو التنويم الايحائي اللي هو الهدوء الشديد، ونبدا ندور على الجيل اللي حصل عنده الصدمه علشان نعالج الصدمه دي ونتخلص منها. ده بقى السؤال بقى اللي انا عايز اساله لحضرتك، الشريط الجيني عشان الناس مش فاهمه القصه دي، عايزين نوضح للناس هي المشاعر بتاعتنا بتبقى متسجله، وهل لما بنتعرض لموقف اكتئاب او موقف صعب في حياتنا هل انا مخي من غير ما اعرف بيسترجع الاحداث دي وبيزود الاسترس والتعب والكلام ده كله؟ عايزين بس نوضح للناس دي عشان النقطه دي مهمه جدا، ان هو يفهم هو جسمه شغال ازاي علشان يقدر ان هو يواجه بعد كده اي حاجه صعبه. تمام، طبعا الكلام ده جميل قوي وصح. احنا لما بنتعرض لحدث في حياتنا اول حاجه بتحصل ان هو بيدخل على الذاكره المؤقته بالاوجاع اللي فيه، بالحزن، بالغضب، whatever شعور، ما هوش احسن حاجه. بنقول للكلاينت من فضلك ما تسيبش نفسك، عندك صدمه تتعالج على طول، تعال اقعد مع كوتش او ثيرابيست، وهنتكلم دلوقتي على الثيرابيست، الفرق اللي بينه وبين الطبيب النفسي، كلمه طبيب مهمه قوي. هرجع تاني واقول ان العقل اللاواعي لو ما اتعالجتش الصدمه اللي موجوده في الذاكره المؤقته السريعه هيتنقل على الذاكره الدائمه بالوجع اللي فيه. طب واذا انا اشتغلت على الصدمه اللي قابلتني وكنت مهتم بنفسيتي وبافكاري زي ما انا بهتم بصحتي الجسديه، الاحداث دي او الصدمه بوجعها بالطاقه السلبيه اللي فيها هتتنقل على الذاكره الدائمه وتنزل اثناء نقل الصفات من جيل لجيل لجيل، من جد للاب للابن بتتنقل. كنا عايزين نسال على حاجه مهمه جدا، الشركات المالتي ناشونال اللي شغاله عامه عندها قانون مهم جدا بتمشيه مع الموظفين، بيقولوا لهم دونت شير نيجاتيفيتي، يعني ما تنشرش الحاجات السلبيه، ما تبقاش شخص سلبي، وايا كان اللي حصل انت لازم تبقى شخص ايجابي وتفكر. هل الحاجات دي بتاثر على تاديه شغلي؟ يعني بتحسن من الانتاجيه ومن شغلي ازاي؟ تمام، اشكرك على السؤال ده يا استاذ وائل، لاني انا الحقيقه بهتم جدا في ادارتي وفي الشركه اللي انا بشتغل فيها اني اوجه الناس للنقطه دي بطريقه او باخرى لطيفه. يعني خلينا نقول مثال على الكلام اللي في السؤال اللي حضرتك قلته، شركه جوجل. تمام، شركه جوجل بتقعد تعمل انترفيو لكل كانديديت بيجي لها، كل مرشح للشغل، كل مرشح للشغل عشان تشوف هو بيحب ايه، بيحب مثلا الورد تملى البارتيشن بتاعه صور ورد، بيحب البيت انيمالز تملاها له بيت انيمالز، يعني اي حاجه موظف بيحبها بتهتم جدا توفرها له، عايز جنبيه تشوكلت هتحط له تشوكلت. طيب ليه بقى يا ترى؟ لان توفير الجو الملائم
للموظف اللي بيشتغل، اللي بيستخدم قوته الذهنية وبيعصرها عشان يطلع أحسن إنتاج. هو طبعا بيشتغل بمخه مش بإيديه ورجليه، فمحتاج إن هو يديله طاقة إيجابية. يعني الطاقة الإيجابية مؤثرة إلى هذا الحد؟ الإجابة آه. طيب ده خليني اسال سؤال عشان الناس، بس ايه، اصل انا عارف الناس هتقعد تقول لك ما بيحطوناش شوكولاته في الشغل وهنعمل مشاكل يعني في البيزنس مش ناقصين. ايوه بس هي المقصود انه انا بقى كشخص وانا بفكر حاجات الكويسه غير ان بفكر حاجات الوحش، يعني انا لما بفكر الحاجات السيئه او السلبيه هل ده بياثر معايا؟ لانه الناس فاهمه ان انا لما كتر ما بشتكي انا بفرغ طاقه. لا، هو انت كده بتنقل طاقه مش بتفرغها. صح مظبوط، صح جدا. الشكوى احنا بنسميها عندنا في الكوتشنج نمط متكرر. تمام. نمط الشكوى او الكلام على الحاجات السلبيه، ان احنا نفوكس كده في حياتنا على النقط السلبيه بس، دي ليها طاقه. الطاقه دي مؤذيه، ممكن تجيب امراض. تمام. فاحنا دايما بنقول للناس فكروا في توكيدات الامتنان. لو سمحتوا كل واحد يصحى الصبح يمسك ورقه وقلم ويكتب هو ممتن لربنا، اللي هي بنسميها النعم المعتاده اللي احنا اعتدنا عليها ان هي موجوده وما بقيناش حاسين بيها، المنسيه يعني. صح. صح جدا يا استاذ وائل. يعني نعمه البصر، نعمه الحركه، نعمه الفهم، نعمه ان انا موجود في اسره جميله محترمه، ما هي دي نعم محتاجين نكتبها. طب انا بكتبها ليه؟ ايه الهدف من الكتابه؟ الهدف من الكتابة هو أن أنا بأكد لعقلي اللاواعي أن أنا السبوتينج بتاعي والفوكس بتاعي هو الحاجات الإيجابية، هو ده اللي أنا شايفه. فيبدأ العقل اللاواعي يستحضر لنا من الذاكرة دائما الحاجات الكويسة، سواء بقى بتاعتي أو اللي منقولي لي على الشريط الجيني. طب ده يخرجنا لسؤال تاني برضو مهم جدا. اتفضل. احنا بنسمع كتير أول حاجة اسمها قانون الجذب، وأنه أنا كتر ما بفكر في حاجة معينة هي بتحصل. وانا مخي بيجيب لي ليها او بيسهل لي الاجراء ان انا اوصل لها. عايزين بس نفهم للناس الموضوع ده هل موجود فعلا علميا ولا الكلام ده لا مش صح؟ طيب، يعني هو طبعا اي حد بينشر فكر بيبقى مدعم بنظرياته هو. تمام. لكن انا هتكلم على علم الكوتشنج والثيرابي. قانون الجذب عندنا المقصود بيه ان انا لما بوجه مخي اني افكر في حاجه بتسحب من العقل اللاواعي، وده مثبت. تمام. بتسحب من العقل اللاواعي كل الحاجات اللي تشبهها. طيب، واذا انا فكرت وعملت سبوت على الحاجه اللي هي مش احسن حاجه بالنسبه لي وعشت بنمط الشكوى، هفضل استحضر الحاجات الوحشه دي. هو ده قانون الجذب عندنا. تمام. وعايزه الفت النظر تاني لموضوع الشريط الجيني. احنا كاباء وامهات بنسعى ان اولادنا يطلعوا متزنين، مش فرحانين ولا زعلانين، متزنين. فلو احنا اجتهدنا ان احنا نوصل لحاله الاتزان بالنسبة لنا هننقلها للأوف سبرينج بتاعتنا، للناس التانية المحيطة، للأولاد بتوعنا أو المجتمع اللي احنا عايشين فيه. طيب، ده يخلينا برضو نسأل السؤال التاني المهم برضو. اتفضل. هل في أنشطة أنا أقدر أعملها بتأثر على النواحي الإيجابية؟ لأنه أنا الحاجات اللي عرفتها أنه الاسترس مثلا أو الضغط اللي موجود، الضغط العصبي أو الضغط النفسي اللي البني آدم بيتعرض ليه، هو بيأثر على الأعصاب اللي جوه الجسم لدرجة أنه بيخليه يحس بنفس الآلام اللي ممكن يكون جسمه، يعني ممكن يحس أنه إيده بتوجعه، مصدع، عضلات ظهره وجعاه. فهل فعلا الحاجة النفسية دي بتأثر بالطريقة دي بصورة كبيرة على الأعضاء الداخلية أو الخارجية للإنسان؟ يعني حضرتك برضو دوست على الوتر الحساس. لما بكون قاعدة في قاعدة كوتشنج مع حد، من الوارد انه الحد ده يقول لي انا بفكر في اني عملت حادثه في يوم كذا وحصل فيها كذا. وهو بيتكلم يا استاذ وائل بيقول لي دراعي وجعني، عندي صداع، انا حاسس اني تعبان. في الحاله دي طبعا بروح بسرعه شغاله بيه بالحاجات بقى اللي حضرتك عايز تعرفها والمشاهدين يشوفوها. ببدا استخدم معاه بقى تقنيات لطيفه بسيطه تنقله للوضع الايجابي. زي ايه؟ زي الانكر. يعني ايه انكر؟ يعني رابط ايجابي. انا هدخل دلوقتي اعمل رابط ايجابي، بتكلم مع الكلاينت او مع الشخص اللي انا قاعده معاه، خد نفس عميق، غمض عينيك عشان يفصل، شاشة بيضة يفصل عن المكان اللي هو قاعد فيه والمؤثرات،
وبعدين يبدأ يستدعي بقى حاجة هو يكون بيحبها. زي ايه؟ زيارة للبحر. انا رحت الساحل وقضيت يومين هناك. طب ايه رأيك في لون المية؟ درجات الازرق. طب ايه رايك في اشعه الشمس اللي نازله؟ طب حاسس بايه تحت رجليك؟ دي التقنيات اللي حضرتك بتستخدموها. احد التقنيات. طيب هو بقى يقدر يعمل ايه لنفسه؟ هل احنا بنتكلم معانا صوره محتاجين احنا نشرحها؟ هو بقى ايه الحاجه اللي هو يقدر يشتغل بيها على نفسه بالصوره اللي احنا هنشوفها دلوقتي؟ اوكي. ممكن نقول يعني احنا بنقول ان احنا عندنا موديل اسمه سبيسيفاي. تمام. الموديل ده جوه موديل اكبر منه اسمه ريزولف. طب ايه الهدف من الريزولف والسبيسيفاي؟ الموديل اللي هو نموذج التخصص ونموذج الحل. ايوه بالظبط. فنموذج الريزولف وجواه النموذج الاصغر منه اللي هو سبيسيفاي بيخلينا الاول ندخل الكلاينت او الشخص اللي انا قاعده معاه في حاله ريسورسفول، يعني انقله لحاله فيها كل الموارد الايجابيه في شعوره. تمام. بنهتم قوي ان احنا نشتغل معاه كاينستاتيك وفيجوال واوديتوري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت النهارده غمض عينيك، فكر في زيارتك للساحل، انت قاعد على البحر، انت قاعد فعليا. عايزك تحس برجليك الرمله، تحس. كلامي ده كاينستاتيك، يبقى انا دخلت احساسه زي ما هو قال لي عندي صداع ودراعي بيوجعني، لا ده انا نقلتك نقله حسيه باستخدام الفيجوال البصري العينين، الاوديتوري صوت البحر، الاناليتيكال ديجيتال اللي هو الاي دي. بتعمله خيال، خيال بس تحس بيه بالظبط كده. وعلى فكره الصداع ووجع الايد خيال برضه. ما هو احساس وشعور. احساس وشعور. فانا ببدل له الاحساس السلبي اللي عنده باحساس ايجابي. طب معنى كده ان هو لما يمشي ويسيبني درح؟ لا، اتخزن عنده في اللاوعي زي ما كنا بنقوله اللي هو شريط الجين. برافو. طبعا انا شاطر. رائع حقيقي، حضرتك قاري كويس قوي يا استاذ وائل. فاحنا بنقول له اربطه، هتربط الخيال الرائع ده اللي انت حاسه برجليك وشايفه بعينيك وسامعه بودانك بالاحساس. اربطه لي بقى برمز، اربطه لي بلون، اربطه لي بصوره. وانا بقول لك بديك طول في ايدك برضو، ناخد بالنا ان الكوتشنج ما فيهوش نصايح. تمام. فانا بقدم لك هديه، الهديه دي طول في ايدك. اول ما تحس ان انت في حاله مش كويسه هنسميها نيجاتيف، بتعوقك المعيقات فكر وشعور، بتعوقك عن تحقيق اهدافك وانك تعيش خطواتك دي. نستدعي الانكر. شرفتيني جدا يا دكتور والله. شكرا. وكنا سعداء جدا طبعا. شكرا بالمقابله جداً. مع حضرتك. وفي النهايه عايز اقول للناس انه هتعدي علينا حاجات كتيره قوي صعبه، مهم قوي ان احنا نعرف ازاي ان احنا نقدر نعديها. خليكم معانا، ما تروحوش في اي حته، الفقره اللي جايه فيها فقره ممتعه جدا ليكم. انا وائل الخرباوي، لحد ما اشوفكم الحلقه الجايه.